السلام عليكم ورحمة الله. أنا زميلكم شهاب العلوي الفريق العلمي. إن شاء الله اليوم أو في هذا الفيديو راح أشرح الجزء الأول من شابتر 41 اللي يسمى Animal Nutrition. ممكن تلاقوه في كتب أخرى، مش كتب أخرى، ممكن تلاقوه في نسخة أخرى من نفس الكتاب ولا كتاب كيمبول نفسه، تلاقوه على موقع اللجنة. نسخة أخرى مكتوب شابتر 42 اسمه Animal Digestive System، هو نفس الشابتر بس اختلاف اسم ورقم بس. تمام، زي ما من اسمه يعني بتقدر تحكي عنه انه هو بيحكي عن تغذية الحيوانات او الجهاز الهضمي تبع الحيوانات. اثنتين صح، ويا رب نقول بسم الله يا رب. Overview the need to feed. Food is taken in, taken apart and taken up in the process of animal nutrition. يعني بشكل عام الطعام، انت مش عملية انك تبلع طعام تحطه بثمك، تقوم بعملية البلع، بعديها تحطمه لمثلا لبلدنج بلوكس لمينومرز، بعديها تهضمه. هاي بنسميها عملية ايش؟ النيوتريشن، التغذية بشكل عام. طبعا بالمناسبة انا للأسف قلم الايباد تبعي حاليا فيه مشكلة او لحرة خربان، فعشان هيك راح اضطر اقرا قراءه، واذا يعني ما راح استخدم قلم لتظليل او هيك شيء، لكن اذا احتجت راح ارسم بايدي او باصبعي عفوا. لكن ان شاء الله ما نحتاج، يعني الفقرات بشكل عام مرتبه بشكل تلقائي، بس بالتركيز في الصوره راح تعرف انا وين قاعد بقرا بكل بساطه يعني. تمام، in general animals fall into three categories. انا عند النقطه الحمراء الثانيه مش الاولى، فين كو herbivores carnivores omnivores. شو معنى هيربيفورس؟ اللي هي الحيوانات اللي بتغذى على النباتات والطحالب، زي مثلا الغزال، الغزال بتغذى على النباتات. كارنيفورس اللي هو الحيوانات اللي بتاكل حيوانات اخرى، مثل اسد، الاسد بتغذى على حيوانات اخرى، فبنحكي عنه كارنيفورس. اومنيفورس اللي هو بوكل اثنين، بوكل حيوانات وبوكل نباتات وبوكل طحالب، يعني خليط بين كارنيفورس وهيربيفورس. مثال على الاومنيفورس البشر، احنا بناكل نباتات وبناكل لحوم. Most animals also are also opportunistic feeders. شو يعني؟ يعني هاي زي ما انتم شارحين لكم تحت، eating foods outside their standard diet when their usual food are not available. For example, deer are herbivores, but in addition to feeding on grass and other plants, they occasionally eat insects, worm or beetles. شو المقصود؟ يعني شو مقصود opportunistic feeders؟ يعني عندك الغزال، الغزال ايش حكينا عنه؟ herbivores اللي هو الدير. الغزال بدل ما يأكل عشب كالعادة، في بعض الحالات ممكن ما يكون في عشب، أو مثلا يكون الغزال مش جاي عباله عشب، شو روح الغزال يغير نمطه من هيربيفورس لكارنيفورس، ويأكل ديدان، يأكل حشرات، حتى يأكل بيض الطيور. فهذا بنسميه opportunistic feeders. إذا مثلا ما في الغذاء اللي أنا متعود عليه عادي بحول لغذاء ثاني، طول عمري بأكل أعشاب ونباتات، يلا بدي أحول مثلا عيش حيواني. معظم الحيوانات هي زي هيك يعني، مثال عليهم زي ما حكيت لكم الغزال بيحول من اعشاب لمثلا ديدان. هاي زي ما انتم شايفين هذا مثال على كارنيفورس، طلع كيف هذا الحيوان قاعد باكل بالسمكه. هاي فيديوهات يعني مش مهم كثير، انه مثلا مثال على عمليه كيف كارنيفورس بتتعامل مع بعض. بس كمقدمه هسه نبدا في الكونسبت. تذكروا في عندك 5 concepts في هذا الشابتر، 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.4. هذا محذوف، 41.4 محذوف مش مطلوب، بيحكي عن evolution، اي شيء evolution محذوف. تمام، حتى الشابتر الثاني اي شيء فيه كلمه evolution او evolution بدك اياه، اي شيء evolution هذا محذوف. An animal's diet must supply chemical energy, organic molecules and essential nutrients. تمام، شو المقصود بكيميكال انرجي، organic molecules and essential nutrients؟ تعال نعرف مع بعض. كيميكال انرجي واضحه، الطاقه الى اكثر من نوع، من احد انواع الطاقه الطاقه الكيميائيه بشكل كيميائي. هسه شو الوظيفه الطاقه الكيميائيه زي ما مكتوب، which is converted into ATP to power cellular processes. يعني عندك عمليات في جسمك، عندك عمليات في جسمك كثيرة صح؟ من هاي العمليات مثلا انقباض العضلات،
والاكتف ترانسبورت. هذول شو بيحتاجوا؟ اي تي بي. هذا الاي تي بي من وين يجي؟ من وراء الكيميكال انرجي راح تتحول لاي تي بي. طب الكيميكال انرجي من وين راح تيجي؟ من الغذاء اللي انت راح تتناوله، صح؟ فهذا اول شيء بنحصل عليه، اورجانيك بيلدينج بلوكس او اورجانيك مولكيولز اللي هي بنستخدمها في عمليه البايو سينثيسيس. اللي مش عارف شو معنى بايو سينثيسيس، اللي عمليه البناء اللي عكس ال عمليه. في عندنا عمليتين ميتابوليزم، هدم وبناء. البايو سينثيسيس اللي بنسميها عمليه البناء. فانت لما مثلا تيجي مثلا تاكل مثلا رز، الرز يحتوي كربوهيدرات، هذا الكربوهيدرات ممكن يتحول لجلوكوز، هذا الجلوكوز ممكن تستخدمه في صناعه الجلايكوجين. فهذا الجلوكوز بنحكي عنه اورجانيك مولكيول او اورجانيك بيلدينج بلوك، استخدمناه في عمليه البناء فصنعنا جلايكوجين وهكذا. طبعا هذول البيلدينج بلوكس عاده بيكونوا كربونز ونيتروجينز، تمام؟ طبعا هسه انا حكيت انه جلوكوز هو البيلدينج بلوك، هسه مش تحديدا الجلوكوز العناصر المكونه الجلوكوز اصح، يعني الجزيئات اللي مكونه الجلوكوز هي اصح، تمام؟ لانه ممكن مش هذا الجلوكوز من فيه جلايكوجين. هسه صدفه ممكن نعتبر جلوكوز بيلدينج بلوك او بيلدينج مولكيول، انه خلص لا تحطمه، جيب جلوكوز مع بعض جمعه وبني جلايكوجين. لكن مثلا جسمنا فيه جلايكوجين، بدنا نصنع شيء ثاني، هذا الشيء الثاني بيحتاج كربونات، حط من الجلوكوز وخذ منه الكربونات وهكذا. فمثلا عندك مثال اورجانيك كربون ان اورجانيك نيتروجين، عشان تصنع مثلا فيريتيف اورجانيك مولكيولز، مثلا من الكربونات زي ما حكينا ممكن تصنع مثلا جلايكوجين على سبيل المثال. اذا ما كان عندك جلوكوز جاهز، انت راح تبني منه جلوكوز تدمجه مع بعض تبني جلايكوجين، او مثلا يكون عندك نيتروجين موجود مثلا جايبه من اي عمليه، هذا النيتروجين فيها تصنع منه بروتينز واضر مثلا نيتروجينيك كومباوند زي مثلا البيرميدين والبيورين وهيك شيء. Essential nutrients، آخر شيء اللي هو essential nutrients. شو الاسينشال؟ شو معنى essential في هذا العلم؟ أي شيء essential معناته جسمك ما بقدر يصنعه. شو معنى ما بقدر يصنعه؟ يعني أنت لازم تحفظه من غذائك. يعني مثلا في عندك أمينو أسيدز وعندك فاتي أسيدز وعندك فيتامينز وعندك مينرالز، لقدام نشوف جزء منهم essential يعني جسمك ما بقدر يصنعه بدك تجيبه من الغذاء، وجزء non essential يعني جسمك ما بقدر يصنعه ما بتحتاج تجيبه من الغذاء، تمام؟ أي غذاء بتحصل عليه لازم يحتوي essential nutrients which are required by cells and must be obtained from dietary sources. ليش طلع مكتوب must be obtained from dietary sources؟ ليش؟ لأنه جسمك ما بقدر يصنعها. النون essential جسمك بيصنعها، ممكن تأخذها في الدايت، لكن essential تأخذها في الدايت فقط، جسمك ما بيصنعها، عشان مهمة. فأي nutrition أي تغذية لازم تحتوي ثلاث شغلات. أول شيء chemical energy عشان تجيب ATP ونعمل power للcellular process على مثلا انقباض العضلة، organic building blocks لعمليات البناء مثل بناء الجلايكوجين، واذا بدكم بناء الليبيدز ايضا بناء اي شيء بخطر على بالك، بناء البروتينز اتسترا. واخر شيء اللي essential nutrients اللي هي ايش؟ المغذيات الاساسيه اللي جسمك ما بقدر يصنعها، مثلا essential amino acids, essential vitamins, essential fatty acids and so on. الامثله تكثر والحديث يطول من قبل نذكر essential nutrients. هذول اللي حكينا عنهم هم أربعة: essential amino acids, essential fatty acids, essential vitamins و essential minerals. أحماض أمينية، أحماض دهنية، فيتامينات، معادن. essential amino acids، تعال نبدأ بالأمينو acids اللي هم أهم إشي، أكثر إشي مهم، أكثر إشي مهم في جماعة essential nutrition اللي هم الامينو اسيدز. ليش؟ لانه اكثر ديفيشنسي في الاسينشلز هي ديفيشنسي في الاسينشال امينو اسيدز. اكثر ديفيشنسي، لو جاك سؤال شو اكثر شيء بيصير فيه نقص في الجسم من شغلات جسم ما بيصنعها، بتقول له احماض امينيه. Animals require 20 amino acids and can synthesize about half from molecules in their diet. تمام؟ في عندك كم؟ عندك يا صديقي عندنا 20 امينو اسيد، 10 essential 10 non essential للأدولت، تمام؟ عندك 10 جسمك بيصنعهم و10 جسمك ما بيصنعهم. هسه ال10 جسمك ما بيصنعهم هذول ما لهم لازم تجيبهم من الدايت زي ما النقطة الثانية بتحكي. في عندك الميت eggs and cheese provide all the essential amino acids and are thus complete proteins. بقول لك اللحمة، البيض، الجبنة، هذول بنحكي عنهم
هذول شو بيعطوك؟ بيعطوك essential amino acids. بس إيش؟ هل بيعطوك essential amino acids؟ بيعطوك 5 ولا 6 ولا بيعطوك 10؟ لا، بيعطوك 10، بيعطوك كل essential amino acids. عشان نحكي عنه complete protein. شو معنى complete protein؟ اللي بروتين اللي لما تحطمه ولما ينهضم في جسمك بيعطيك كل essential amino acids. طب معناته شو معنى incomplete protein؟ معناته بروتين لما يتم هضمه بعمل حطمه، هذا بروتين الأمينو أسيدز، هذول الأمينو أسيدز مش حيعطينا كل الأسينشال، ممكن يعطينا 9، ممكن يعطينا 7، ممكن يعطينا 4، يعطيك 10 مستحيل. العشر أسينشال يعطيك إياه مستحيل. تمام؟ طبعا في بيقول لك يعني في النقطة الثانية remaining amino acid اللي هم أسينشال must be obtained from food in pre-assembled form. شو معنى pre-assembled form؟ يعني أمينو أسيد لحاله. مش مثلا أمينو أسيد شابك فيه أمينو أسيد برابطة بيبتيد ومثلا 5 أمينو أسيد شابكين ببعض باربع روابط بيبتيد، لا لازم مفصولات عن بعض، هذا مقصود pre-assembled. طلع هاي most plant proteins are incomplete in amino acid composition. تمام، شو المقصود ده؟ حكينا شو معنى incomplete. incomplete protein يعني بروتين ما بيحتل essential amino acid. بس شو دخل plants proteins و animal proteins؟ هسا انت الميت اللحم من وين بتجيبها؟ اللحم انت بتجيبها من الحيوانات، واللحمة تحتوي كل أنواع الأسينشال أمينو أسيدز. لكن لما نيجي مثلاً نحكي عن الكورن أو الميز، هذا مكتوب خط صغير. الكورن أو الميز اللي هو الذرة عنده ديفيشنسي في الأمينو أسيدز تريبتوفان ولايسين. وفين ذاك البينز اللي هم زي الفول أو الفول السوداني عنده نقص في الأمينو أسيد ميثيونين. تمام؟ طب شو الفرق بين اللحمة وبين هذول الاثنين؟ اللحمة أعطتك كل الأسينشال أمينو أسيدز. الكورن الذرة أعطاك 8 منهم، ما أعطاك 10، أعطاك 8، ينقص التريبتوفان وينقص الأيسي. والبينز كان ينقص الميثيونين، وعشان يسميناه إنكمبليت بروتين. فلما يجيك سؤال هل مين من الآتية كومبليت كومبليت بروتين، بحطوا لك 5 خيارات، 4 منهم راح يكونوا إيش على الأغلب؟ 4 منهم راح يكونوا منتجات حيوانية، واحد منتج نباتي. الجواب أنا بأكد لك 100% هو المنتج النباتي، وعلى الأغلب حيجيبوا لكم، إذا جابوا لكم السؤال بيكون جايب لكم الكورن أو الميز الذرة، وراح يكون جايب لكم الفول السوداني نفس الأمثلة. إذا جابوا من هذول أمثلة الكتاب على الأغلب يجيبوه من نفسه، لكن إذا ما جابوا شوف المنتج النباتي واختاره هو الجواب. Individuals who eat only plant proteins need to eat specific plant combination to get all the essential amino acids. يعني في بعض الناس نباتيين، طب النباتيين اللي مثلا بوكل ذرة، طب مثلا مش لازم، صار عنده نقص في التريبتوفان ولايسين، من وين بدي يجيبه؟ لازم يأكل منتج نباتي آخر يحتوي تريبتوفان ولايسين عشان يعوض النقص في تريبتوفان ولايسين. فمثلا على سبيل المثال واحد قول معك أسبوع تأكل لحمة بس، هي اللحمة هل بيمشي أموره؟ آه بتمشي أموره. ليش؟ لأنه بحصل على كل الأسينشال أمينو أسيدز، وأن الأسينشال بتصنعه لحاله. طب لما نجيب لواحد قول له معك أسبوع تأكل ذرة، آه في مشكلة لأنه مش حيحصل على إيسين وتريبتوفان، معناته لازم يأخذ وجبة ثانية نباتية تحتوي على إيسين وتريبتوفان عشان يعوض النقص، ينوع بالوجبة الغذائية. هذا مقصود في النقطة الثانية للنباتيين. Some animals have adaptation that help them through periods when their bodies demand extraordinary amount of proteins. يعني في بعض الحالات الحيوانات بتزيد حاجتها لبروتين معين أو بتقل حاجتها عن بروتين معين، هيك فجأة في فترات بتزيد حاجة الحيوان لبروتين معين أو بتقل حاجته. هسا الحيوانات بطبيعتها بتقدر تتكيف مع هاي الطبيعة يعني، وهي شغلة نادرة. طب شو بتهمنا هاي النقطة ولا إشي؟ كل بساطة هاي مثال على أعضاء الحيوان على سبيل المثال، حالياً قاعد بتكيف مع طبيعة غير طبيعية، يعني بأخذ كميات مثلاً زايدة من بروتينات أو أقل، فبصير فيه تغيرات مع الوقت بتكيف معها يعني برجع للطبيعة. مش مهم الصورة بالمناسبة، يعني تخافوا هاي الصورة مش مهمة، حتى هي مش موجودة بالكتاب. Essential fatty acids، تعال نيجي على الأحماض الدهنية الأساسية. Animals can synthesize most of the fatty acids they need. تمام، حكينا عندك 10 essential fatty amino acids. هون الفاتي acids، معظم الفاتي acids جسمك بكونهم. الفاتي acids اللي جسمك ما بكونهم هو على سبيل المثال اللي عندهم double bond،
The essential fatty acid must be obtained from the diet and includes certain unsaturated fatty acids. يعني شو معنى unsaturated؟ يعني عنده double bond. واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. أقل شيء واحدة. عم نحكي عنه unsaturated. هسا شو السبب؟ في أنزيمات في جسمك. بنسميهم الانساتوريزس. أو مثلا يصنعوا double bond. هسا في عندك نقص في الانساتوريز. جسمك ما عنده الأنزيمات المعينة اللي تبني double bond. طبعا عنده أنزيمات تبني double bond في زي ما خلنا في البايوكيمستري عند بعض الكربونات. لكن مش كل الكربونات عندها أنزيمات تبني عندها double bond. بسبب هذا الإشي في عنا deficiency في بعض unsaturated fatty acids لازم تحصل عنهم تحصل عليهم عفوا من الغذاء. طبعا زي ما اختتمها deficiencies in fatty acids are rare. نادر واحد يصير عنده نقص في الأحماض الدهنية على عكس الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية كثير بيصير فيها نقص. مش دائما تسمع واحد بيقول لك عندي نقص بروتينات، قصده نقص أحماض أمينية بس. أخطأ في التعبير بس. ثالث vitamins. Vitamins are organic molecules. يعني إيش؟ هم عضويين. Required in diet in small amounts. دير بالكو. نقطة مهمة. الفيتامينز organic molecules required in small amounts. كميات قليلة. في عندك 13 فيتامين essential في جسمك. كم عندك فيتامين أساسي في جسمك؟ 13. من وين بتجيبهم؟ من الغذاء. بتصنعه في جسمك؟ لا. كم عندك fatty acids essential في جسمك؟ غير معروف، لكن المعروف ان هم بيكون عندهم double bond وعددهم قليل. كم عندك amino acid essential في جسمك؟ 10. تمام. الفيتامينز يقسموا الى نوعين، fat soluble water soluble، بناء على الذائبية تبعتهم. جزء منهم بذوب الدهون وجزء منهم بذوب الماء. هاي أمثلة على مثلا الفيتامينز. قبل ما ترتعبوا من الجدول خليني نقرأه شوي شوي قبل ما ترتعبوا نشوف. في عندك طلع water soluble فيتامين على الشمال، water soluble وفات soluble. زي ما انتم شايفين فيتامين بي شلته من 1 2 3 4 عفوا 1 2 3 5 6 7 9 12، وسي هذول كلهم فات سولوبل. تركزوا كل جماعه البي مالهم، كل جماعه الفيتامين بي هم ووتر سولوبل، ومنضيف لهم الاسكوربيك اسيد او فيتامين سي ووتر سولوبل. في عندك الاي فيتامين اي اللي هو ريتينول، او اي اللي هو توسيفيرول، وكي فليكونين، الأغلب هاي الأسماء مش مهمة. فيتامين A D E K هذول مالهم؟ هذول فات سولوبل. شو المهم من هذا الجدول؟ أنا من وجهة نظري هذا الجدول بتذكره على لما امتحنت أنا فاينل، ولا إجي عليه ولا سؤال. لكن احتياطا ركزوا لي على الآتي. اعرف لي مين فات سولوبل ومين ووتر سولوبل. حكينا جماعة البي كلهم ووتر سولوبل، إضافة لهم فيتامين C، وفي عندك فيتامين A E K و D، هذول كلهم نحكي عنهم fat soluble وليس water soluble. هذول الفوائد الميجر دايت ريسورسز ما بيهموك، هذول قدام ان شاء الله نتعرف عنهم لكن حبيت تقراهم مش غلط، يعني خصوصا الميجر فانكشن. يعني ممكن الميجر فانكشن يفيدك، زي مثلا الثيامين اذا متذكرينه. في شيء اسمه ثيامين بايروفوسفيت اللي هو متذكرين في البايوكيمستري هو بنحكي عنه كو انزيم او كو فاكتور. هذا الكو فاكتور مهم للإنزيم بايروفيت ديهيدروجينيز اللي بيحول مين؟ اللي بيحول البايروفيت لأسيتيل كو اي. فمن أحد الكو إنزيمز اللي كان يحتاجه أو كو فاكتورز ثيامين بايروفوسفيت. البايروفوسفيت اللي هي اثنين فوسفيت شبكات ببعض، شو بتضيف له؟ ثيامين اللي هو فيتامين بي 1. هاي طبعا بيستخدموا لإزالة السي أو 2. فعندك رايبوفلافين على سبيل المثال اللي هو موجود في اف اي دي، وفلافين مونونيكليوتايد. بي 3 النيسين موجود في NAD plus و NAD P plus. فينك فيتامين P5 موجود في كوينزيم A. كوينزيم A كأنه بنقل كاربوكسيل جروبز إذا بذكر. بايرودوكسين اللي هو مسؤول عن صناعة البايرودوكسيل فوسفيت إذا متذكرين البايرودوكسيل فوسفيت اللي هو بنقل أمينو جروبز إذا متذكرين عملية الترانس أمينيشن أو عارفينها. الترانس أمينيشن يعني تبادل تحويل امينو اسيد لكيتو اسيد، تفاعل امينو اسيد مع كيتو اسيد، الامينو اسيد بيصير كيتو اسيد، والكيتو اسيد بيقلب امينو اسيد، نعمل يعني ترانس امينيشن. كل هاي التفاعلات تحتاج ايش؟ استخدمت مثلا امينو مثلا استخدمت الالين ترانسفيريز، جلوتاميت ترانسفيريز وهكذا. هذول كلهم راح يحتاجوا كوانزيم. ايش هو؟
اللي هو بايرودوكسال فوسفيت يعتمد على بايرودوكسين. بايوتين، بايوتين نفسه نحتاجه في ان نضيف CO2. لما نحول اسيتيل كو اي لمالون الكو اي في عندنا كانه ناسي اسم الانزيم، بس كان هذا الانزيم بيحول اسيتيل كو اي لمالون الكو اي في الفاتي اسيد سينثيسيس. هذا الانزيم ايش فيه كوفاكتور اللي هو البايوتين. بايوتين ايش هو؟ هو نفسه فيتامين بي 7 زي ما شايفينه مثلا، مهم صناعة الفات جلايكوجين وامينو اسيدز. البايرودوكسين زي ما حكينا موجود في الامينو اسيد ميتابوليزم وفيتامين بي 6. فوليك اسيد فيتامين بي 9 موجود كوانزيم في النيوكليك اسيد والامينو اسيد ميتابوليزم. فيتامين بي 12 مسؤول عن انتاج الاحماض النوويه نيوكليك اسيدز الريد بلاد سيلز. اسكوربيك اسيد فيتامين سي مهم في صناعه الكولاجين وهو مضاد للتاكسد، مضاد للاكسده. طبعا هو بيمنع مرض اسمه سكيربي، لو تركزوا عليه جنبه ديجريديشن اوف سكين اند تيث. في مرض اسمه سكيربي هو ايش؟ بيصير في تحطم في الجلد او تهتك في الجلد وتحطم في الاسنان، وبصير عندك الهيلينج تبع الوند الجروح بتطول حتى تتعافى. تمام، ف حلو يكون عندك معلومات. اهم شيء زي ما حكيت الووتر سولوبل والفات سولوبل احتياطا الميجر فانكشنز، وايضا مرض السكيربي اللي هو ناتج عن ديفيشنسي في اسكوربيك اسيد. زي ما تشوف فيتامين اي ريتينول، واضح اسمه ريتينول. ريتينا ايش هي؟ الشبكيه، معناته فيتامين اي متعلق بالشبكيه. هاي زي ما انت كومبوننت اوف فيجوال بيجمنتس. شو معنى فيجوال بيجمنتس؟ يعني صبغات الرؤيه. وبيحافظ على ابيثيليو تيشيو. دي مهم في الابزوربشن واستخدام الكالسيوم والفوسفورس. فيتامين اي مضاد للاكسده، بيساعد بيمنع الدمج للسيل ممبرين. كي مهم في تخثر الدم بلاد كلوتينج، وهكذا يعني. بس اهم شيء تميز مين ووتر سولبل مين فات سولبل. الميجر فانكشنز مش مهمين كثير، لكن لو قراتهم بيكون ممتاز. واهم شيء مرض سكيربي اللي هو سبب ديفيشنسي في فيتامين سي. مينرالز اللي هم المعادن are simple inorganic nutrients usually required in small amounts. شو الفرق بين المينرالز والفيتامينز؟ المينرالز inorganic والفيتامينز organic، لكن الاثنين تحتاجهم ب small amounts. هاي معلومة مهمة. Ingesting large amounts of some minerals can upset homeostatic balance. إذا بتأخذ كميات كبيرة من المعادن بيأثر على الهوميوستاسيس. شو الهوميوستاسيس؟ الاستقرار الداخلي داخل جسمك. استقرار داخل جسمك، بيكون جسمك دائما في حالة استقرار هوميوستاسيس. إذا بتأخذ معادن زيادة عن اللزوم ممكن يأثر على الهوميوستاسيس بشكل سلبي. نفس الشيء في جدول هون زي ما انت شايف، بقول لك الكالسيوم، الفوسفورس، السولفر، البوتاسيوم، البروتين، الصوديوم، المغنيسيوم تحتاجهم تقريبا اعلى من 200 ملغ في اليوم. في عندك مثال اخر الحديد، الفلوراين والايودين اللي هو حديد والفلور واليود. نفس المبدا في عندك الكالسيوم، الميجر فانكشنز اللي هو موجود في البون والتوث فورميشن، بلود كلوتينج، نيرف، المسل فانكشن. يعني ما بدهم شرح هذولا، يعني هاي الوظائف ما بدها شرح، واضحه يعني. في عندك الفوسفورس تقريبا نفس الشيء، بون اند توث فورميشن، اسيد بيس بالانس، نيوكليوتيد سينثيسيس، سولفر اللي هو كومبوننت في سيرتن امينو اسيدز تحديدا سيستين. تذكروا السيستين اللي عنده سولفر جروب، وكانه ميثيونين عنده سولفر جروب، هذول مهمين. بوتاسيوم في عندك اسيد بيس بالانس، ووتر بالانس، نيرف فانكشن، كلوراين اسيد بيس بالانس، فورميشن جاستريك جوس، نيرف فانكشن، اوزمتيك بالانس، صوديوم اسيد بيس بالانس، ووتر بالانس، نيرف فانكشن، مغنيسيوم اللي هو تقدر تذكروا يعني مثلا فرضا جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز كان يحتاجوا مغنيسيوم ككو فاكتور لهم، فهو مهم ككو فاكتور. و الATP Bioenergetics. الايرون الحديد هو موجود في الهيموغلوبين، الحديد كثير مهم انه موجود في الهيموغلوبين، هاي كثير مهمة، وموجود في الالكترون ترانسبورت تشين وانزيم كوفاكتور. اهم شيء الحديد كثير مهم.
اللي موجود في الهيموغلوبين والالكترون ترانسبورت تشين وبيشتغل ككو فاكتور. الفلوراين بيحافظ على الستراكشر تبعت الاسنان. ايودين الموجود في الثايرويد هرمونز وبيمنع مرض الكويتر. دير بالكو يعني من هنا بشكل عام زي ما حكيت الميجر فانكشنز اهم شيء الحديد واهم شيء مرض الكويتر. الايودين اللي هو اليود لو ضلك نزل تحت وتروح على السيمتومز وديفيشنسي تبعت الايودين راح تلاقي الكويتر. شو هو الكويتر؟ تضخم الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هي غده موجوده في رقبتك. امسك رقبتك من قدام وحط ايدك عليها في غده هيك جايه في المنتصف تمام. هاي بتتضخم تكون بارزه كثير يعني واضح جدا انه رقبته متضخمه. هي مش متضخمه رقبته، هي هاي الغده متضخم بشكل كبير فبنسميه جويتر. سببه نقص في اليود. مهم هذا الشيء كثير. والحديد شو وظائفه وبشكل عام الميجر فانكشنز اللي باقي اقراهم القراءه مش مهمين كثير هذا مش حييجوا عدوري ما اجيش. دايتري ديفيشنسيز. طيب حكينا عن اي غذاء في جسمك شو لازم يحتوي. لازم يحتوي اول شيء كيميكال انرجي لنصنع اي تي بي، وعندك للبايو سينثيسيس بدك مولكيولز بنسميهم اورجانيك مولكيولز عمليه بناء كربون ونيتروجين واتسترا. غير هيك تحتاج شيء ثالث اللي هو الاسينشال نيوترينتس حكينا عنهم. اسينشال امينو اسيدز اكثر ديفيشنسي ممكن فيهم عددهم 10 الاسينشال. في عندك الموجود اللي حكينا انه مثلا في عندك بروتين انا بروتين نسميه كومبليت بلانت بروتين انكومبليت لازم تنوع بالبلانتس بتاكلها. في عندك اسينشال فاتي اسيدز اللي هم عاده بيكون ما عندهم دبل باند بسبب انه الانزيمز اللي في جسمك اللي بتصنع دبل باند فبين هذول كربونتين مثلا كربون مثلا على سبيل المثال 12 13 مش شرط 12 13 موجودين بالجسم هذا بس مثال ما مش موجود انزيم لها فخلص هذا الفاتي اسيد اللي عنده دبل باند واحدة بين 12 و13 ما عندنا انزيم تبعه فلازم تجيبهم من غذاء عندنا ديفيشنسي فيهم. حكينا الديفيشنسي فيهم نادر. الفيتامينز والمينرالز هم تقريبا نفس التعريف اثنين بتحتاجهم كميات قليلة لكن الفيتامينز اورجانيك المينرالز ان اورجانيك. حكينا المينرالز ترتفع تعمل ابسيت لهوميوستاسيس حتى الفيتامينز حتى الفيتامينات اذا ارتفعت في جسمك تعمل ابسيت لهوميوستاسيس بالمناسبة. طبعا الفيتامينز بيختلفوا عن بعض في الكيميكال بروبرتيز. الفيتامينات تختلف عن بعض كل واحد بوظيفته وتركيبته. نفس الشيء الفيتامينات نفس الشيء امينو اسيدز نفس الشيء الفاتي اسيدز. واكثر شيء وارد فيه ديفيشنسي هو الامينو اسيدز وممكن الفيتامينز والمينرالز تمام. يعني فيتامينز مينرالز وامينو اسيدز اكثر شيء لكن نادر جدا يصير عندك بالفاتي اسيدز. تعال نحكي عن الدايتري ديفيشنسي. شو معنى دايتري ديفيشنسي؟ يعني انت عندك نقص في الدايت تبعك. بس نقص الدايت لما نحكي عنه في عندك نوعين مال نورشمنت اللي هو زي ما شايفين هون في هذا السلايد و اندر نيوتريشن او اندر نورشمنت تمام. اندر نيوتريشن هون او اندر نورشمنت ضيفوها تمام. هسه شو الفرق بين مال نورشمنت او مال نيوتريشن برضو صح او مال واندر نيوتريشن. مال نورشمنت اللي انت يا صديقي العزيز عندك نقص في اسينشال نيوترينت. يعني مثلا عندك مثلا نقص في الامينو اسيد لايسين اللي هو اسينشال امينو اسيد بسبب ان عندك نقص فيه بيسبب لك مشاكل. فلما يكون عندك لونج تيرم ابسنس فروم ذا دايت اوف وان اور مور اسينشال نيوترينت انت عندك نقص في واحد من الاسينشال نيوترينت او اكثر من واحد من الاسينشال نيوترينت هذا معنى مال نورشمنت. شو معنى مال نورشمنت؟ عندك مجموعة essential nutrients لازم تحصل عليهم دائما من الغذاء تبعك. صار عندك deficiency في ثلاث فيهم هذول الثلاث جسمك ما بيقدر يصنعهم نتيجة عندها تنتج مشاكل على الجسم نتيجة deficiency في هذول الثلاث essentials تمام. فهذا معنى malnourishment. شو معنى malnourishment؟ بكل بساطة انت عندك غذائك لا يحتوي ثلاث essential nutrients هذول نتيجة deficiency فيهم وجسمك ما بيقدر يصنعهم فانتج عندك مشاكل في الجسم. deficiency in essential nutrients بتسبب deformities تشوهات diseases امراض وممكن تؤدي للوفاة. اذا طول عندك النقص وما عالجته هذا ممكن يؤدي للوفاة وارد. فعندك golden rice is an engineered strain of rice with beta carotene which is converted to vitamin A in the body. شو golden rice؟ في عندك رز
ذهبي لونه ذهبي. هذا الرز الذهبي مصنع طلع. إذا إنجرين سترين أوف رايس هو نوع من أنواع الرز لكنه مصنع مش طبيعي. شو ميزت هذا الرز مع بشيء اسمه بيتا كاروتين؟ شو معنى بيتا كاروتين؟ بيتا كاروتين هي صبغة موجودة في النباتات تعطي النباتات لونها. بس مش هذا اللي بهمنا. هاي الصبغة الموجودة في النباتات البيتا كاروتين هي بريكرسر لفيتامين A. فلما يكون واحد عنده نقص فيتامين A اللي زي ما حكيت لكم هو نوع فات سولوبل، لما يكون عندك نقص فيتامين A اللي هو مثلا حكينا مهم اسمه ريتينول مهم في الشبكية، نقص الفيتامين A بيعالجوه بإعطاء المريض أو بيعطوه الإنسان عنده نقص جولدن رايس. الجولدن رايس معبى بيتا كاروتين، بيتا كاروتين هي بريكرسر لفيتامين A. فأنت تأكل الجولدن رايس تهضمه، البيتا كاروتين اللي أنت هضمته اللي موجودة في الجولدن رايس شو راح تصنع؟ راح تصنع فيتامين A. فأنت بتعالج ديفيشنسي في الفيتامين A عن طريق إعطاء جولدن رايس. هاي معلومة على الهامش، يعني أحد طرق التعامل مع الديفيشنسيز. زي ما تشوفين هذا الغزال، هذا الغزال شو ماله؟ بكل بساطة هذا الغزال شايفين التربة اللي هو قاعد عليها؟ هاي التربة زي ما انتم شايفين غير خصبة، ما فيها فوسفات، ما فيها فوسفات. بما ان التربة ما فيها فوسفات ما حكون فيها، ما حتكون خصبة، ما فيها خصوبة. ما دام فيها خصوبة مش حينمو عليها اعشاب، مش حينمو عليها نباتات. ما دام مش حينمو عليها اعشاب، مش حينمو عليها نباتات، شو راح يصير؟ مش حتنبت. مش ما دام مش حتنبت عفوا الغزال مش حياكل. طب بما انه الغزال مش حياكل اعشاب، شو راح يصير معاه؟ احد الاعراض اللي ممكن تصيب الغزال انه يصير عنده فراجايل بونز. شو معنى فراجايل بونز؟ بونز عظام، فراجايل قابل للكسر، يعني تصير عظامه خفيفه قابله للكسر بكل سهوله. فهذا بنسميه مثال على المال نيوتريشن. بسبب انه الغزال فقد فقد احد اساسيات غذائه اللي هو العشب اللي بوكله من الارض، تربة تكون طلع عشب وهو بوكل. بسبب ان العشب هذا بطل موجود التربة مش خصبة تجي نقص الفوسفات مش حياكله، نتيجة ذلك حيندوت مشاكل. هاي المشكلة ايش هي؟ نتيجة نقص الاسينشال نيوترينت هذا، هي فراجايل بونز عظام قابل للكسر بايش بشكل بسيط. يعني اسمع بنجوز مثلا تضربه هيك ضربة خفيفة تنكسر يترو، لان فراجايل بونز نتيجة ايش؟ النقص اللي عنده. هذا مثال عند الحيوانات ومو من أهم الموجود في كتاب. هذا مثال أندر نيوتريشن أو أندر نورشمنت. شو الفرق؟ أندر نورشمنت إنه جسمك ما بحصل على كميات كافية من الكيميكال إنرجي، تمام؟ جسمك ما بحصل كميات كافية من الكيميكال إنرجي. أندر نيوتريشن results when a diet does not provide enough chemical energy. زي ما حكينا مثلا إنك في حالة starvation في البيوكيم في محاضرة 10، أول إشي بيصير في إيش؟ بيصير glycogenolysis، تحطيمنا الجلايكوجين في الكبد. طيب هيو you an undernourished individual will. واحد بيعاني من undernourishment بحصل ايش؟ عنده نقص في الكيميكال انرجي اللي بحصل عليها، ما بحصل على كمية كافية من الكيميكال انرجي. اول اشي راح يستخدم stored fat وcarbohydrates. كيف stored carbohydrates؟ حكينا راح يبلش glycogenolysis. شو الخطوة الثانية؟ راح امشي فيديو من ترتيب حسب ال starvation state. راح يصير عنده جلوكونيوجينيسيس. كيف؟ اللي هو تكوين جلوكوز من إشي نون كربوهيدريت، صح؟ كون جلوكوز من إشي مش كربوهيدريت. شو راح يعمل الجلوكوز؟ عفوا راح يجي يحطم بروتينات في العضلات، سكيليتال ماسلز العضلات المسار راح تحطم البروتينات اللي فيها. البروتينات اللي فيها راح تتحطم لمين؟ الامينو اسيدز. هاي الامينو اسيدز راح تتحول ايش؟ لجلوكوز بعمليه جلوكونيوجينيسيس. فشو اللي صار؟ انت هيك عملت النقطة الثانية، حطمت بروتينات وصار منك ايش؟ ونتيجة انك حطمت بروتينات في العضلات خسرت المسل ماس، صح؟ ما تحط اي بروتينات حطمتهم وين؟ من العضلات. مش العضلة حتخسر الماس تبعها؟ الجواب نعم. فهي النقطة الثالثة. وممكن جسمك ايضا مع تطور الحالة لدرجة خطيرة جدا يصير يحطم بروتينات موجودة في الدماغ، فصير عندك سفر بروتين ديفيشنسي اوف ذا برين. هاي النقطة الرابعة. بعديها شو الخطوة الثانية؟ بصير عندك مثلا لايبولايسيس. شو معنى لايبو؟ لايبو من ليبيد، لايسيس تحطيم، فراح يحطم الليبيدات اللي هي من انواع الليبيدات الفاتس. فانت هيك تعمل يوز اب ستورد فات. فانت اي طبقت الجزء الثاني من النقطة الأولى. بعديها بتعرف بصير عندك اسيدوسس، بعديها وفاة.
طبعا ممكن اخر شيء يصير عندك الموت داي اور سفر ريفرسبل دامج، يصير عندك ريفرسبل دامج، يعني خلاص المشكله اللي انت صارت فيك ما لها حل، فيش رجعه، فيش علاج، ريفرسبل دامج. فتمام، فواحد عنده اندر نيوتريشن شو معناته او اندر نورشمنت، معناته انه واحد ما بحصل على كميه كافيه من الكيميكال انرجي، الناتج عنه ممكن يستهلك الفات بجسمه الكربوهيدرات، يحطم البروتينات، يخسر المسل ماس، يصير عنده ديفيشنسي في البروتينز، في الدماغ الموت، او يصير عنده ريفرسبل دامج. هذا بالنسبه اندر نورشمنت او اندر نيوتريشن. وعندك حكينا التعريف الثاني من دايتري ديفيشنسيز بنسميه مال نورشمنت او مال نيوتريشن، شو سببه؟ انك عندك نقص في في الدايتري اسينشلز، عندك مجموعه من الدايتري اسينشلز مثلا اسينشال امينو اسيدز فاتي اسيدز فيتامينز ومينرالز، عندك ديفيشنسي في واحد فيهم الاسينشلز جسمك ما بيقدر يصنعه، بسبب عندك حاله اسمها مال نورشمنت وهي خطيره، بتسبب ديفورميتي ديزيز والموت. مثال علينا حل اللي عنده ديفيشنسي في فيتامين اي الجولدن رايس، نوع بيحتوي البيتا كاروتين اللي هي بريكورسور لفيتامين اي، وغير هيك حكينا الغزال اللي عايش في منطقه تربتها مش خصبه، فيش اعشاب، معناته فيش قصر اسينشال نيوترينتس اللي الاعشاب بتنولها، بصير عنده فراجايل بونز، وضع شيء خطير. تمام، اسينشال نيوتريشنال نيدز هذا غير مطلوب محذوف، برضو الريزلتس تكمل له محذوفه، وهيك بنكون انهينا فيرست كونسبت. بنكمل معكم في الكونسبت الثاني اللي هو كونسبت 41.2، وهذا كونسبت مطلوب، بذكر المحذوف هو 41.4. هذا الكونسبت بسيط زي اللي قبله وسهل، ان شاء الله ما بنطول فيه. The main stages of food processing are ingestion, digestion, absorption and elimination. هذا بيحكي عن الستيجز اوف فود بروسيسنج، عمليات التعامل مع الطعام، من بلع الطعام في ingestion لا digestion اللي هو الهضم، لا absorption اللي هو الامتصاص، يلي elimination. تمام، طيب طب شو معنى ingestion؟ حكينا بلع، digestion الهضم، absorption بعد ما تتم عملية الهضم وتنتج عندك small البروتين الكبير يتحطم الأمينو أسيد الصغار، الأمينو أسيد هذول ماله بنمتصهم عشان تستفيد منهم الخلايا. elimination أي إشي undigested، يعني مثلا واحد مثلا أكل طعام فيه سيليولوز، هل السيليولوز جسمك بيقدر يهضمه؟ الجواب لا، بما أنه ما بيقدر يهضم السيليولوز بنحكي عنه undigested material. شو بيصير له؟ بيصير له elimination، جسمك بتخلص منه، ورح نذكر هذا بالتفصيل في الكونسبت اللي بعده، تفاصيل عملية الهضم كيف بتصير. ingestion is the act of eating. بكل بساطة شو معنى ingestion؟ يعني مثلا سندويش بإيدك جيت حطيتها بخمك وعضيت جزء منها، راح تبلعه صح؟ هاي بس ingestion، عملية البلع بكل بساطة. هاي طلعوا، هاي ingestion، هاي جماعة شوف هذا الأرنب قاعد بوكل، عمل أول شيء ingestion، راح يعمل بعديها digestion، راح يعمل بديها absorption، بعديها راح يعمل elimination. زي ما شايفين هون طلع عمل ingestion بلعها، بعد ما بلعها هون راح يصير عندك نوعين من digestion الهضم، في عندك mechanical وchemical. شو mechanical؟ mechanical عبارة يعتمد على أسنانك، لما تعمل شو بنسميه هذا؟ ها بنسميه المضغ، بنسميه chewing المضغ صح؟ لما تمضغ انت شو ما شو هدفك؟ انك تصغر اللقمه اللي انت اكلتها قدر الامكان، تحطمها لاصغر اجزاء حتى تقدر تبلعها وتوصلها للمريء. من المريء لما تصل المعده والبنكرياس والسمول انتستين واللارج انتستين، هناك ببلش إشي اسمه كيميكال دايجستشن. هذا الكيميكال دايجستشن ايش هو؟ هو الهضم الذي يعتمد على انزيمات، انزيماتيك هيدروليسيس. طبعا بالمناسبه ممكن يصير كيميكال دايجستشن، او مش ممكن، عاده بصير كيميكال دايجستشن وين؟ ايضا في منطقه اللسان، يعني وانت بتعمل ميكانيكال بيكون معك كيميكال يعني، بس نسبه عاليه من الكيميكال وين بتكون؟ في المعده واللارج انتستين سمول انتستين بانكرياتيك انزيمز اتسترا، نحكي عنهم لما نصلهم ان شاء الله. فعندك اول شيء انجستشن، بعدين ببلش الدايجستشن، ميكانيكال وكيميكال، حكينا فرق بينهم. نتج عندنا مجموعه مولكيولز زي ما انتم شايفين، الاخضر واللونه تقريبا سيلفر او رمادي. هسا الاخضر هذا ماله؟
digested material. شو راح نعمل له؟ راح نعمل له absorption الأخضر. لكن مثلا هذا اللون الآخر اللي هو تقريبا silver أو رمادي، هذا اللون ماله undigested. بما أنه undigested حكي شو راح نعمل له؟ راح نعمل له elimination، نتخلص منه. طلع كيف الأرنب أخرجه من جسمه، لكن digested استفاد منه اللي هو من لونه أخضر. تمام؟ هاي صورة عادي لها بدون. تعال نحكي عن suspension feeding feeders. هسا أنت عشان لما تقوم بعملية البلع الانجستشن، في أربع طرق للانجستشن. أول شيء إيش؟ في شيء اسمه suspension feeding suspension، في عندك بعديها شيء اسمه substrate feeding، fluid feeding، و bulk feeding. تمام. هسا suspension feeding هي فخذ من إشي أوسع بنسميه إيش؟ بنسميه فخذ من إشي أوسع بنسميه الفلتر فيدينج. طب شو هو الفلتر فيدينج وما هو السسبنشن فيدينج وما الفرق بينهما؟ بقول لك many aquatic animals، aquatic animals يعني بحرية، حيوانات بحرية، are suspension feeders which shift. هاي shift وليس shift. خطأ مطبعي من سلايدات الدكاترة. هاي shift وليس سفت. تمام. small food particles from the water. هسا بشكل عام الفلتر فيدينج والسسبنشن فيدينج نفس المبدا، تمسك small food particles، particles جزيئات، جزيئات طعام صغيره من السراوندينج ميديوم وبتاخذها وبتبلعها. تمام. مثلا انا حوالي حاليا مجموعه food particles صغار مسكتهم وبلعتهم، هذا شو بنسميه؟ بنسميه فلتر فيدينج. اذا كان السراوندينج ميديوم، ميديوم المحيط اللي حواليك، المحيط اللي حواليك اللي هو السراوندينج ميديوم كان مي، نحكي عنه سسبنشن فيدينج. تمام. شو الفرق بين الفلتر والسسبنشن؟ مبداهم نفس الشيء، سمول فود بارتيكلز تبلعها، بيعتمد على السراوندينج ميديوم. السراوندينج ميديوم كان مي، نحكي عنه سسبنشن فيدينج. اذا كان السراوندينج ميديوم هو عباره عن اي شيء غير المي، بنحكي عنه فلتر فيدينج. مثال على احد الحيوانات البحريه اللي بتقوم بالسسبنشن فيدينج هو الهامب باك ويل، احد انواع الحيتان، ويل حوت، واحد انواع الحيتان اسمه الهامباك ويل. هيو هذا الهامباك ويل، زي ما تشوفونه في كوكو من البالين. هاي ما بتهمكم اياها، مش معلوم مهم البالين، مش شيء يقول. هذا الهامباك ويل بيقوم بطريقه تغذيته عن طريق ايش؟ السسبنشن فيدينج. النوع الاخر بنسميه السبستريت فيدينج. شو معنى السبستريت فيدينج؟ انه الحيوان بيعيش على طعامه او جوا طعامه. ار انيمالز ذا ليف ان or on their food source. تخيلوا substrate feeders are animals that live in or on their food source، يعني يا ما بعيش جوا طعامه يا ما بعيش على طعامه. طب كيف؟ والله الكتاب ما تفصل كثير، بس ذكرها ذكر، فأنتوا عرفوها بالذكر. يعني الكتاب ما تفصل بألي كيف، بس قال لك بعيش على طعامه أو بعيش داخل طعامه. تسألوا مش فاهم أنا مية مية صراحة، بس خلاص أنتوا عرفوها زي هيك زي ما بدو الكتاب، بس ذكرها ذكر. في عندك الليف ماينر كاتربيلر، هاي الشحطة هيك هيك، وذا لارفا اوف موث. فموث هذولا احد انواع السبستريت فيدرز. تمام. صراحة يعني هذا اكثر شيء بقدر اساعدكم فيه، لان السبستريت فيدرز يعني الكتاب ما توسع فيها كثير، بس ذاكر هاي المعلومتين، او يعني هاي المعلومة مكتوب في السلايدز والامثلة انا ضيف احتياط. تمام. يعني بس بعيش على طعامه أو على طعامه، بس أعرف هو هيك مبدئيا، تفاصيل مش مطلوبة. هاي زي ما تشوفي هاي كاتربيلر واي فيكس. فلويد فيدرز. شو معنى فلويد فيدرز؟ فلويد فيدرز من اسمهم، هذول بيشتغلوا عملية السكينج. شو معنى السكينج؟ المص، بيمتصوا السوائل اللي معبية غذاء من الليفينج هوست. يعني مثلا الهوست اللي هو أنا، مثال عليهم الإنسكتس بالمناسبة. حلو. اجتني حشرة، أنا كنت قاعد مثلا بدرس، عيني في الآيباد، اجتني حشرة، هاي الحشرة غزتني. حلو. هسا مين الهوست؟ أنا. والإنسكت إيش؟ ما أنا غزتني. لما غزتني شو بتعمل الحشرة؟ امتصت مني سوائل. هاي السوائل شو معبية؟ معبية غذاء، بنسميها نيوترينت ريتش فلويد. شو عملتها؟ امتصتها. سو the insect sucked nutrient rich fluid from a living host which is me. يعني بكل بساطة بيجي
حشرة عليك، على الأغلب أنواعهم حشرات بيمتصوا منك سوائل عن طريق مثلا غزك، زي مثلا حشرات المنتشرين بكل بساطة، هيك هم نسميه fluid feeding، مثال عليه الانسكتس. طلعوا كيف اجت غزته، هاي living host غزته وبلشت تمتص منه سوائل. البولك فيدرز، البولك فيدرز بكل بساطة ايش؟ eat relatively large pieces of food. تذكروا ما حكينا عن الفلتر فيدرز، حكينا بأخذ small particles of food من surrounding medium، وإذا كان surrounding medium ماي بنحكي عنه مثلا suspension feeding، مثلا على الهامباك ويل. إذا كان large pieces of food يعني طعام كبير حجمه كبير، مثلا على سبيل المثال هنتو زي ما تشايفين هاي أفعى ضخمة تقريبا مبتلع دير أو حصان، مش عارف شو وضع الحيوان اللي تم ابتلاعه، هو حصان أو هو غزال أو أي شيء، الأغلب غزال ما في ذيل، لأنه طلع كيف ابتلعته، هم نسميه bulk feeding. ليش؟ لأنه ابتلع large pieces of food. تمام، هذا أنواع مش ضروري تتفصلوا فيهم. الكتاب لما تفتح الكتاب راح يقول لك كيف آلية البلع تبعتهم، لا أنت بس مهمك الاسم ومعناه وتعريفه. فعندك حكينا ثلاث أربع أنواع للإنجستشن. أول واحد filter feeding، إنك تأخذ large small particles of food من surrounding medium. إذا كان surrounding medium مي نحكي عن suspension feeding، مثال الهامباك ويل. مثال آخر substrate feeding، إنك أنت تعيش live on or in their host، تعيش داخل الهوست، تعيش داخل الطعام تبعك. substrate feeders بعيشوا على طعامهم. حلو، مثال عليهم الكاتربيلر. في عندك مثال ثالث اللي هو الفلويد فيدرز، مثلا الحشرات بيجي بتغزك وبتمتص منك سوائل، هاي السوائل معبي غذاء. آخر مثال هو bulk feeders، زي ما شايفين الأفعى كيف بتبلع الغزال، تبلع large pieces of food، نسميه bulk feeding. تمام، وحكينا تفاصيل الآلية كيف بتم البلع ومن الحكي، هذا ما بهمكم كثير، احنا بهمنا كبشر انك انت كيف عالية البلع. طب البشر يدرجوا اي واحدة؟ والله الكتاب مش ذاكر البشر يدرجوا اي واحدة، لانه هذا بيحكي عن الحيوانات، بس على الاغلب البشر يدرجوا يا اما فلتر فيدينج يا اما بولك فيدينج. تمام، يا اما بولك فيدينج، بس على الأغلب bulk feeding، لأنه عادة بنقول إحنا relatively large، يعني بتاكل لحم كبير على سبيل المثال، دجاج كبير ومن الحكي، بس برضو ثنتين وردات. أما substrate و fluid مستحيل. يعني digestion، عملية الهضم، بس خلصنا من ingestion نروح على digestion. عملية is the process of breaking down food down into molecules small enough to absorb، يعني بدك تحطم البروتين اللي أنت بلعته لأمينو أسيد صغار تقدر تمتصهم بكل بساطة هيك. يعني أنت إذا process breaking down food، تحطم الطعام اللي أنت بلعته لmolecules صغار اللي هم الأمينو أسيد، حطمت بروتين من لأمينو أسيد عشان تقدر تمتصهم. حكينا في عندنا نوعين من digestion، mechanical digestion و chemical digestion including chewing. شو معنى mechanical؟ الميكانيكال هو هيك على طريق سنانك يعتمد، including chewing شو معنى المضغ، شو بمعنى المضغ لما تعمل زي هيك تكون تعض بسنانك عليه، بتحاول تصغره قدر الامكان حتى تقدر ايش تنزله للمريء، ومن المريء بكمل هناك كيميكال. وحكينا ممكن في منطقة اللسان على لسانك يصير في كيميكال دايجستشن ايضا، لكن اكثر شيء بيصير في منطقة الابدومن اللي المعدة والامعاء الدقيقة والغليظة وهيك. طبعا ميزة للميكانيكال دايجستشن، الميكانيكال دايجستشن بيزيد السيرفيس اريا تبع الفود، هاي معلومة مهمة، بيزيد مساحة السطح للطعام، لأنه أنت مثلا لما تيجي مثلا خبزة تأكلها ولما تيجي تحطمها بسنانك تمضغها تتحطم لأجزاء أصغر، فأنت هيك بدل ما تكون كتلة واحدة متجمعة على مساء نقطة واحدة أو منطقة واحدة، أنت وزعتها لأكثر من مكان عن طريق إيش؟ مضغة لأجزاء صغيرة صح؟ أو لأجزاء أصغر، فأنت عملت هيك زيادة لمساحة السطح. تخيل حالك مثلا أكلت خبزة بعدها بلشت تمضغ فيها، فأنت منطقيا الخبزة رح تتحطم الأجزاء، هاي الأجزاء مالها رح تتباعد عن بعض وتزيد لك مساحة السطح تبعت الطعام. chemical digestion splits food into small molecules that can pass through membranes. هسا أنت لما عملت mechanical digestion لسه المولكيولز مع أنهم بتحسهم أنت صغار، لكن حقيقة لجدار خلية هم كبار. حلو، تحسهم انت صغار لكن حقيقة لجدار خلية هم كبار. فبيبلش الكيميكال دايجستشن، شو ما على شو يعتمد الكيميكال دايجستشن؟ راح تقولوا لي هيدروليتيك او هيدرولايتيك انزيمز.
اللي هو انزيمز اللي بتقوم بالهيدروليسيس. شو معنى هيدروليسيس؟ التحطيم المائي. شو كيف يعني تحطيم مائي؟ بتضيف جزيء ماء. لما تضيف جزيء ماء بتكسر الرابطه بين اجزاء هاي المولكيولز. هي تمام. Chemical digestion splits food into small molecules that can pass through membranes. زي ما حكيت لكم these are used to build larger molecules. اتركوها هاي هسه برجع لكم. In chemical digestion the process of enzymatic hydrolysis splits bonds in molecules with the addition of water. حكيت لكم اياها. حكينا بعد ما نعمل ميكانيكال نعمل كيميكال. شو كيميكال يستخدم؟ هيدرولايتيك انزيمز. بيجي بحطم روابط. مثلا كان ان احنا بنحطم مثلا خبزه. الخبزه عباره عن سكر صح؟ فراح يكون معبية بوليساكرايدز. لما نجي نحطم بوليساكرايدز كيف نحطم البوليساكرايدز؟ راح نستخدم انزيمات اسمها جلوكوسايديز. مثلا كان كله عبارة عن جلوكوز شبكات ببعض نستخدم جلوكوسايديز بحطم الجلوكوسيديك لينكج. راح يمضي يحطم الجلوكوسيديك لينكج الروابط بين هذول الموركز المرتبطين مع بعض. راح تحطمه باستخدام انزيمز صح؟ هسا انت لما تحطمهم يا صديقي العزيز على فرضا مثلا انت بدك تبني بروتين على سبيل المثال تمام؟ لكن يا صديقي العزيز انت البروتين اللي بتحتاجه غير عن البروتين اللي بلعته تمام؟ انت بلعت بروتين بدك توديه للدايجستشن وانت بتحتاج تبني بروتين معين. فهل مين اسهل انك تمسك البروتين اللي انت بلعته وتعدل عليه ولا تحطمه تفرطه كامل وترجع تبنيه؟ ترجع تبني اللي بدك اياه عفوا تعدل عليه وتعطي البروتين اللي بتحتاجه، او تحطم البروتين بلعته وتصنع من الامينو اسيد تبعونه البروتين اللي انت بدك اياه؟ الجواب لا، بتحطم البروتين اللي بلعته. لا مونومرز صغار بالانزيمز اللي حكينا عنهم، بتجيب انزيمز تحطم روابط بيبتيد اللي بين الامينو اسيدز بتكون البروتين، بعد ما تحطمه تروح تبني اللي بتحتاجه. هذا المقصود في they're used to build larger molecules. يا رب اكون وضحتها بشكل 100%. تمام. Absorption is uptake of nutrients by body cells. اجينا كملنا الكيميكال دايجستشن، حط عملنا كيميكال دايجستشن وخلينا ايش؟ فقط مونومرز. هذا البروتين الكبير خليناه لامينو اسيد صغار. خلص الامينو اسيد صغار كثير لدرجه الخلايا بتقدر تمتصهم. طب لما تمتصهم الخلايا شو بتعمل فيهم؟ الخلايا بتعمل فيهم اللي بدك اياه. خلص هون انتهت وظيفه الكيميكال دايجستشن، عمليه الهضم انتهت. هسه الخلايا بتعمل فيهم البدايات، بدها تعمل عمليه هضم، بدها تعمل عمليه بناء مثلا من الامينو اسيد اللي اخذتها لبروتين، بدها مثلا تحطم هذول الامينو اسيد وتاخذ منهم نيتروجينز وتبني مثلا بيرميدين اللي يحتوي على نيتروجين اتسترا. هون انت بتكون انتهت عمليه الهضم، بيبدا عمليه الامتصاص. بعد الامتصاص بتصير عمليات متنوعه ما حد بيقدر يتوقعها. Elimination آخر خطوة. حكينا عندك undigested material، مع أنت ما أكل الخبزة أكلت معاها طعام يحتوي سيليولوز. السيليولوز جسمك ما بهضمه. شو راح يصير على السيليولوز؟ راح ينزل زي ما هو، ما راح ينعمله digestion. الكيميكال digestion مش حيصير له، لكن ممكن ميكانيكال. ميكانيكال بيصير له، لكن كيميكال لا، بيضلوا نازل لوين؟ حتى يصل الأمعاء الغليظة. من الأمعاء الغليظة بخرج مع وين؟ بخرج مع الفضلات الفكس. مع الفكس بخرج برا الدايجست سيستم، برا جسمك كله مع الفضلات. لما تروح للحمام وتخرج الفضلات بخرجوا معهم، لأن هذول غير قابلين للهضم. تمام. الدايجستيف كومبارتمنتس. شو مقصود بالدايجستيف كومبارتمنتس؟ كومبارتمنتس على الأغلب مش هتفهموها هسه، ممكن في الكونسبت اللي بعد توضح بشكل أكبر يعني، لأن أصلا بتعجبك. شو most animals process food in specialized compartments. هسه جسمك كومبارتمنتس اعتبروها بمعنى حجرات. هسا جسمك عنده نظام هضم ثابت، حلو، لأنواع من الطعام ما عدا الفاتس. الفاتس إلى نظام هضم ثابت، وبروتينز وكربوهيدراتس إلهم نظام. يعني الفاتس بيختلفوا بنظام الهضم تبعهم عن البروتينز والكربوهيدراتس تمام. بس بالنهاية كل مغذي له نظام هضم معين. هذا النظام الهضم المعين أو الهضم بيكون عن طريق specialized compartments، بأنه مثلا هذا بروتين لما تبلعه راح يمر في العضو الفلاني، راح يمشي في القناة الفلانية، بعدها يتوجه للحجرة الفلانية، بعدها يتوجه للعضو الفلاني، بعدها للمنطقة الفلانية، ينعمل فيه 1 2 3، بعدها يكمل على المنطقة رقم 4 وينعمل فيه 1 2 3، بعدها على المنطقة رقم 5 هكذا. في عندك زي رسم، مثلا انت بدك تروح مثلا للعقبة على سبيل المثال، راح تمشي على اللوكيشن صح؟ اللوكيشن عفرضا ما في اكثر من طريق، فيش غير طريق واحد راح يمشيك عليه.
نفس المبدا. تخيل حالك انت رايح على طريق العقبه وانت في طريق الصحراوي، فيش لا يمين وشمال، دغري صح. نفس المبدا، تيجي تهضم بروتين طريقه الهضم نفسها مش حتتغير، تمام. هذا المقصود انه بيمشي بالسبيشلايز كومبارتمنتس، راح يمشي من الكومبارتمنت الاول للثاني الثالث الرابع، مستحيل يمشي من اول للثالث بعدين للثاني بعدين للرابع، لا، في طريق بيمشوا عليه فيش تغيير عنه. سبيشلايز كومبارتمنتس بتنظم هذا الشيء. وبرضه بسبب هذا التنسيق بين سبيشلايز كومبارتمنتس، عمرك سالت حالك ليش خلايا جسمك ما بتهضم حالها؟ طب ما انت طول نهارك تستخدم مثلا مش صح عندك حمض الهيدروكلوريك او HCl في معدتك، طب عمرك سالت الحمض الهيدروكلوريك ليش ما بهضم خلايا معدتك؟ طب ما هو حارق، البي اتش تبعته 2 او 3 بيحرق. طب عمرك سالت حالك ليش ما بيحرق خلايا معدتي؟ الجواب بكل بساطه، اللي بيكون في تنسيق، بيكون في تكيف من الجسم بحد ذاته. سبحان الله، تكيف الجسم بحد ذاته بتنسيق من داخله بمنع الدمج ل أنسجة الجسم والخلايا. هاي ذيس كومبارتمنتس زي ما نشوف بسبب التنسيق بينهم ووظائف أعضاء الجسم، سبحان الله، بينها تناسق وتعاون مش طبيعي، طرق يعني يعجز الخيال عن توقعها أو تخيلها حتى. فسبحان الله، خلاص بس الطعام بنعمل ديجستشن وأعضائك ولا بصير فيه إشي بقدرة الله. ذيس كومبارتمنتس زي ما حكيت لك reduce the risk of animal digesting its own cells and tissues. تاني نحكي على الدايجستشن، على الهضم. في عندك نوعين من الهضم، انترا واكسترا، انترا داخل اكسترا خارج. انترا سيلولر، انترا سيلولر داخل الخلايا، اكسترا سيلولر خارج الخلايا. في عندك هضم داخل الخلايا وهضم خارج الخلايا، تمام. طب مين المنتشر اكثر؟ الجواب الاكسترا، الاكسترا سيلولر هضم خارج الخلايا هو المنتشر اكثر، لانه بنعمل له هضم خارج الخليه، بنعمل له امتصاص لداخل الخليه بعمليه الابزوربشن اللي هي الثالثه او الليمينيشن اذا ما بنحتاجه، تمام. تعال نحكي عن الانتراسيلولر دايجستشن، هضم داخل الخلايا. نكمل بالانتراسيلولر دايجستشن، الهضم داخل الخلايا. ركزوا معي، هذا الموضوع بده شرح مهم كثير، لازم تفهموه، هذا الموضوع بده تركيز. ان انتراسيلولر دايجستشن، فود بارتيكلز particles are engulfed by phagocytosis or pinocytosis. تمام، هسا نبدا العمليه. انت بلعت هل مثلا سندويشه، حطمتها ب ان عملت لها ميكانيكال دور الكيميكال، تمام. الكيميكال طبعا الانتراسيلولار والاكسترا هذول كيميكال وليسوا ميكانيكال. لو ساروك انترا واكسترا هذول واضح انهم كيميكال وليس ميكانيكال. طيب هاي البارتيكلز الصغيره اللي انت حطمتها، طبعا هي صغيره بس لسه مش صغيره درجه كافيه انها تدخل تعبر السيل ميمبرين، تدخل جوا الخليه، لسه كبيره على الخليه. شو بصير؟ بتيجي خليه، هاي الخليه بتقوم بشيء اسمه فاجوسايتوسيس او بينوسايتوسيس. شو معنى فاجوسايتوسيس وبينوسايتوسيس؟ فاجوسايتوسيس معناها البلعمه، بينوسايتوسيس هي البلعمه لكن للسوائل. هسه اذا كان اللي انت الشيء اللي بلعته صلب زي مثلا سندويشة زي حكينا عنها، نحكي نعمله فاجوسايتوسيس. لكن اذا كان سائل شربت مثلا عصير، نحكي بينوسايتوسيس. بتيجي هاي الخليه تبلعهم، على فرضا كان شيء صلب نعمله فاجوسايتوسيس، هاي الخليه بلعته والطعام صار جواتها، هاي الفود بارتيكلز صغيره بعد الميكانيكال دايجستشن. بعد ما عملنا الميكانيكال دايجستشن شو راح يصير؟ راح يصير انه راح يصير عندك إشي اسمه اللايزوسومز. لايزوسومز شو معنى اللايزوسومز؟ ما إلا معنى بالعربي، لايزوسومات. لايزوسومز هي تحتوي أنزيمات محطمة، لايزوسومز contains hydrolytic enzymes. It contains hydrolytic enzymes. شو راح تعمل؟ شو راح تعمل اللايزوسومز؟ اللايزوسومز راح تتحد مع هاي الخلية اللي بلعت الفود بارتيكل اللي عملها، عملت لها فاجوسايتوسيس. طب سؤال، الطعام راح حكينا هو جوا الخليه اللي قابلت الفاجوسايتوسيس، طب الخليه اللي عملت فاجوسايتوسيس لما يصير جواتها الطعام شو بنسميها؟ بنسميها فود فاكيول، تمام. صار عندنا خليه بلعت الطعام صار اسمها فود فاكيول، وعندنا لايزوسومز تحتوي هيدرولايتيك انزيمز، هيدرولايتيك او هيدرولايتيك بدكية، بتحدوا اللايزوسومز مع الفود فاكيول. لما يتحدوا مع بعض شو بصير؟ بصير الطعام اللي جوا الفود فاكيول مع دايركت كونتاكت، متصل بشكل مباشر مع الانزيمات المحطمه اللي في اللايزوسومز، بصير الانزيمات مع الطعام مرتبطين مع بعض، هوبا صرنا متصلين مع بعض، خش علي بالزاكي. بتيجي الانزيمات مالها بتحطم مين؟
بتحطم هذا الطعام وتعمل له كيميكال دايجستشن لدرجة يصير فود بارتيكلز صغيرة كثير بنقدر نعملها ابزوربشن. تمام، هذا هو الانترا سيلولر دايجستشن. في عندك طبعا هاي العملية بتكون داخل الخلية، بتكون وين؟ داخل الخلية، عشان بنسميها انترا، بتكون محمية بسيل ميمبرين انترا سيلولر. هسه شو ميزت الانترا سيلولر دايجستشن على الاكسترا سيلولر دايجستشن؟ ما بصير في ابزوربشن بالانترا. ليش؟ لانك انت جوا الخلية، اذا جاهز جوا الخلية ما في ابزوربشن. الاكسترا بصير في ابزوربشن لما نحكي قدام، لانه ايش؟ بيكون برا الخلية. تمام؟ طبعا مش كل انواع الحيوانات تختلف شوي من حيوان لحيوان، وهذا بركز على الحيوانات مش على البشر يعني، لكن في تشابه كبير بين البشر والحيوانات. لكن تنسوش في اختلاف بين حيوان لحيوان، لكن مش اختلاف كبير. تمام؟ في عندك السبونجز، هاي الملاحظة الصغيرة مكتوبة آخر شيء. سبونجز digest their food only by this mechanism. شو معنى سبونجز؟ سبونجز إنهم إسفنج. سبونجز لو سألك بيعمل إكسترا سيلولر ديجستشن قول له لا مستحيل، الحق أحد الحيوانات اللي بتقوم فقط intracellular digestion هما فقط السبونجز. طبعا ممكن في غيره، الكتاب ما ذكر غير السبونجز، لكن ممكن في أمثلة ثانية، الله أعلم. الاكستراسيلولر digestion برضو هذا المثال مهم كثير، ركزوا معي فيه. بالاكستراسيلولر الهضم خارج الخلايا، طبعا أقول خارج الجسم؟ لا، على الأغلب بين الخلايا. في إشي شو بنسمي السائل بين الخلايا؟ interstitial fluid، السائل بين الخلايا. انتر بين ستيشيال، ستيشيال اتوقع تدل على خلايا وهيك شيء، نسميه السائل بين الخلوي، يعني السائل بين الخلايا interstitial fluid على الاغلب بصير فيه. زي ما انتم شايفين تعريفها extracellular digestion is the breakdown of food particles outside of cells، تحطم الفود بارتيكلز خارج الخلايا، بس برا الجسم كله؟ لا، داخل الجسم بس برا الخلايا، ممكن في الدم. الله اعلم. It occurs in compartments that are continuous with the outside of the animal's body. طيب وين بتصير؟ حكينا برا الخلايا لكن جوا الجسم. حكينا ممكن interstitial fluid، مش مذكور المكان 100% بالضبط، كتاب مش ذاكره. هسا ال interstitial fluid أو هذا بتصير في compartments، لو تركز حكينا digestion تنسيقه يعتمد على compartments. هاي ال compartments اللي بتصير في extracellular fluid متصلة مع الخارج، يعني هذا الكومبارتمنت اللي انت بصير فيه اكسترا سيلولر دايجستشن ماله متصل بالجزء الخارجي من الجسم. That are continuous with the outside of the animal's body. Continuous هنا مش مستمر، لا متصل معه، يعني هاي الكومبارتمنت بصير فيها اكسترا سيلولر دايجستشن متصل في الجزء الخارجي من الجسم. Animals دقيقة اتركوها، هاي النقطة الثالثة الأحمر، روحوا لي على الخط الصغير. حكينا الاكسترا سيلولر دايجستشن هو the most common one لما يكون عندك أكثر من compartment، having one or more extracellular compartment. شو بعطيك؟ for digestion enables an animal to devour much larger pieces of food than can be digested by phagocytosis. تعال نفكر مع بعض شو المقصود هذا المثال. يعني بقول لك لما يكون عندك compartments أكثر، يعني عندك أكثر من إكسترا سيلولر كومبارتمنت، حكينا على إكسترا سيلولر كومبارتمنت بيكون وين؟ متصل مع خارج الجسم. طب سؤال صغير، لما يكون عندك أكثر من إكسترا سيلولر كومبارتمنت اللي بيصير فيها عملية هضم، لو يزيد العدد مش بيزيد كمية الطعام تقدر تهضمه؟ بالضبط. فبقول لك لما يكون عندك أكثر من كومبارتمنت، كل ما زادت قدرة هاي الإكسترا سيلولر كومبارتمنت على هضم طعام أكثر، التهام طعام أكثر. ديفور معناها الالتهام، التهام كميات أكبر من الطعام، لدرجة أنه هاي الكميات الأكثر من الطعام تتفوق على الفاجوسيتوسيس. ليش الإكسترا بتفوق على الإنترا؟ لأنه العادة الحيوانات بيكون عندها أكثر من إكسترا سيلولر كومبارتمنت، بيكون عندها كثير إكسترا سيلولر كومبارتمنت، لدرجة عدد الإكسترا سيلولر كومبارتمنت اللي كثير في الجسم، عددهم الهائل، هذا بيسمح لك بإيش؟ بيسمح لك يا صديقي العزيز بإيش؟ إنه الإكسترا يتفوق على الإنترا. طب لو مثلا كان عدد الكومبارتمنتس قليل جدا والفاجوسايتوسيس متفوق عليه، بيكون الإنترا متفوق على الإكسترا. لكن المجمل الإكسترا سيلولر كومبارتمنتس عددهم كبير، عشان هيك الإكسترا سيلولر دايجستشن هو الموست كومن مقارنة بالإنترا سيلولر. ملاحظة اللي هي نقطة الثالثة، هي نقطة الحمراء الثالثة. Animals with simple body plans have a gastrovascular cavity. شو مقصود فيه؟ هسه بنحكي. That functions in both digestion and distribution of nutrients.
such as hydra. Hydra مثال. طيب شو معنى simple body plan؟ شو معنى body plan كله؟ body plan هو تخطيط الجسم أو بناء الجسم. كيف يعني بناء الجسم؟ جسم الإنسان معقد، جسم النملة أبسط، جسم مثلا الحشرات ممكن أبسط، جسم الأسد معقد، جسم الخلايا متعدد الحيوانات أو الكائنات متعددة الخلايا معقد أكثر بكثير من جسم الكائنات وحيدة الخلايا، صح؟ فهذا المقصود فيه body plan اللي هو بناء الجسم وتركيبته. حيوان لحيوان تركيب جسمه تختلف، وفي حيوانات معقدة وفي حيوانات بسيطة زي الوحيدة الخلايا مقارنة بمتعددة الخلايا زي البشر. في بعض الحيوانات عندها simple body plan، بسيط جسمه يعني مش معقد مقارنة بجسم الإنسان. هذا gastrovascular cavity. cavity تجويف. شو معنى gastrovascular cavity؟ the functions in both digestion. هذا gastrovascular cavity ما له معنى بالعربي يعني. بيلعب دور في الهضم وdistribution of nutrients. يعني بيلعب دور في توزيع المغذيات على أجزاء الجسم، وبيلعب دور في عملية هضم هاي. أول شيء بهضم هاي المغذيات أو الغذاء أو الطعام، بعديها بوزع أجزاء الجسم، تمام؟ هذا بنسميه gastrovascular cavity. وين بتلاقيه؟ في الحيوانات اللي عندها simple plan وعندها cavity واحد، عندها opening واحد، بنسميه gastrovascular cavity. شو بيعمل؟ بيعمل digestion، بعديها distribution of nutrients that were digested by the gastrovascular cavity. هسا ليش مسمينه gastro؟ gastro من gastric اللي هي معدة، جاي من عفوا gastric أفضل معنى إلها مش معدة، gastric معناها معوي. لأنه جاي منطقة معوية بنسميه gastro. vascular، vascular شو معناها؟ vascular عادة related لblood vessels. هسا مش حكالك وظيفته distribution of nutrients. طب هذول راح يوزع nutrients بعد ما يعملها هضم، يوزعها أجزاء الجسم. طب شو بدي يوزعها؟ بالدم. طب الدم هل شغلات تنتقل في الدم ولا في أوعية دموية؟ داخل ولا في دم داخل أوعية دموية؟ في دم داخل أوعية دموية، فرح يمشي في أوعية دموية. فعشان هيك إجا تسمية gastrovascular. gastro منطقة معوية، vascular إنك راح تمشي بوعاء دموي، فعشان هي gastrovascular cavity للحيوانات اللي عندها simple body plan. بعضها بيكون عندها opening واحد، وهسه بشرح شو معنى opening واحد وأكثر من opening. هذا اللي قدام نلاقي، تمام؟ هاي مثال عليهم اللي هو الهايدرا. طلع كيف بيصير digestion في الهايدرا. الهايدرا بتطلق digestive enzymes. هاي digestive enzymes مالها؟ بتروح بتحطم الفود. بعد ما تحطم الفود، الفود particles زي ما انتم شايفين بتتحطم بنقطة ثانية، بعديها الفود particles شو بنعملها؟ بنعملها engulfed، يعني يتم بلعمتها. بما انه صار بلعمة يعني extra cellular، كملوا intra cellular يعني extra يلي انترا، نعم هيك الهضم بالهايدرا. الهايدرا هيك طلع نظامها كيف مختلف غريب شوي. بقول لك ببلش اكسترا وبكمل انترا، انزيمات بتطلقها بتحطم الطعام، الطعام بدخل جوا الخليه بكمل انترا. فاكسترا يلي انترا، هل دائما اكسترا يلي انترا؟ ما بعرف صراحه، الله اعلم، الكتاب ما ذكر. هاي اليه الهضم بالهايدرا هي مش مهمه كثير يعني، بس محطوط هيك. طيب تعال نحكي عن المور كومبلكس انيمالز. هذا دايجستيف تيوب. شو معنى digestive tube with two openings, a mouth and an anus؟ هسا لو نرجع على الهايدرا، الهايدرا كم فيها opening؟ لو انتم شايفين opening واحد فقط، تمام؟ opening يعني مدخل، هي طلع عندها mouth، هي هذا مسكر وهذا مسكر، المدخل الوحيد هو هون. لما يكون عندك opening واحد بيكون عندك simple digestive system، وممكن يكون عندك gastrovascular cavity. لكن جسم الإنسان له مدخلين بالdigestive system، اللي هو مدخلين في الدايجستيف سيستم. المدخل الأول هو الثوم، والمدخل الثاني هو الأنس. عادة الطعام بدخل من الفم وبخرج إذا كان سوائل عن طريق فتحة الشرج، صح؟ هسا لما يكون عندك ثوم وفتحة شرج نحكي عندك كومبلكس، لما يكون عندك واحد منهم نحكي عندك سيمبل دايجستيف سيستم، تمام؟ شو الفرق بين الكومبلكس دايجستيف سيستم وسيمبل؟ سيمبل عندك أوبنينج واحد يا الثوم يا أما الأنس، كومبلكس زي البشر عندك ثوم و وفتحة الشرج، تمام؟ نحكي عنه digestive tube، ياما بنسميه complete digestive tract يعني قناة هضمية شاملة أو كاملة، or elementary canal. elementary canal هو الإشي الشائع ورده، يعني لما يجيك من امتحان
شو معنى مثلا complete digestive system؟ راح على الأغلب بكون حاطين لك elementary canal أو more complex animals شو على ماذا تحتوي؟ راح يكون حاطين لك إياه على الأغلب elementary canal مش complete digestive tract أو digestive tube. تمام؟ ومنتفصل بآلية كيف من digestive tube راح يدخل الطعام من الفم وينعمله mechanical مضغ بعديها بكمل للمريء من المريء بنزل المعدة من المعدة بتوجه للسمول انتستن من السمول انتستن لللارج انتستن طبعا مش كلهم أو من السمول انتستن جزء منه بمتص وجزء منه بيكمل على اللارج انتستن وكيف إنه البنكرياس ببلش يطلق أنزيمات لعملية الكيميكال داجستن كل هذا راح نتفسر فيه بالكونسبت اللي بعده اللي هو أهم كونسبت وأكثر أسئلة عليه هو تقريبا الكونسبت الثالث والخامس وأكثر إيش عليهم علامات. It can have specialized regions that carry out digestion and absorption in a stepwise fashion. بس بقول لك يعني كيف إنه أنت عندك complex digestive tube كيف إنه جسمك أنت عندك complex animals زي نحن البشر عندنا digestive tube أو elementary canal عندنا ثم وفتحة شرج بسبب ذلك بيكون عندنا عملية الهضم stepwise fashion. كيف يعني stepwise fashion بيكون عملية الهضم في جسم الإنسان أفضل من غيره من الحيوانات لأنه digestive system تبعه متطور أكثر هذا المقصود فيها بس طلعوا زي ما تشوفين حاطين دودة earthworm دودة الأرض وحاطين grass chopper اللي هو الجندب مش عارف يسموه الجندب هذا بيظل ينطنط مش عارف شو يسموه صراحة وحاطين لك البيرد الطائر هسا مش مطلوب منك تعرف تركيبه المطلوب منك تعرف طلع انه كيف مثلا هاي ماوث هاي انس هاي ماوث هاي انس هاي ماوث هاي انس هذول عندهم كومبلكس هذول كلهم عندهم دايجستيف تيوب لكن هل آلية الهضم في الديدان زي البشر على الاغلب لا الطيور زي البشر على الاغلب لا الجندب نفس البشر على الاغلب لا فبس حابين يورجوك انه مثلا هاي طلع الاسوفيجوس هون مثلا طلع وين جاي هاي الأسوفيكس طلع كيف شكله هون هون أضع عندك إشي اسمه كروب وغريزارد في الدودة هون ما عندك كروب أو غريزارد هون مثلا عندك ريكتم هون ما فيش ريكتم وهكذا ففي اختلاف بالدايجستيف تيوب من حيوان لحيوان أو حتى مقارنة مع البشر فأدمهم بس إنه ورجوك إنه هذولا ثلاث حيوانات كلهم عندهم دايجستيف تيوب لكن ترتيبه بيختلف لأنه بسبب اختلاف الحيوان التركيب مش مطلوب تمام وهيك أنهينا الكونسبت 41.2 الحمد لله هيك انهينا بارت 1 من الفيديو ان شاء الله راح يكون بارت 2 قريبا بنزل ان شاء الله